بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم معايا في قناتي اميره الطبخ اسماء محروس. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. يلا نعمل بقى زبادي السحور. الحلقه دي اتاخرت، المفترض كنت اقدمها اول رمضان بس معلش ملحوقه. يلا نعمل الزبادي بطريقه سهله جدا وموفره، هتديني كميه زبادي كتيره جدا وباحلى طعم بحبه، وموفره جدا وطبعا في منتهى النظافه. وكمية الزبادي اللي احنا بناخدها من الكوباية اللي هعملها هناكل لما نشبع منها، على عكس تماما عبوات الزبادي اللي هي بيبقى فيها دوبك معلقتين بالكتير. انا معايا كيلو من اللبن الحليب البلدي، جايباه من عند اللبان مش معلب، ومغلياه ومبرداه لغاية ما يوصل كده يبقى دافي استحمله على ايدي زي كده الرضع بتاعت البيبي، يعني يكون دافي كده، علشان الموضوع ده مهم جدا لتنشيط الخميرة، ولا يكون اللبن سخن ولا يكون اللبن ساقع. وزي ما انتوا بتحبوا بقى، انا هنا استخدمت جهينة. لو تحبوا الزبادي يبقى بطعم الزبادي البلدي هنستخدم عبوة زبادي بلدي، لكن انا بحبه كده بطعم الزبادي اللي هو العبوات او المصانع. اختاروا بقى جهينة، تختاروا اي حاجة بتحبوها، بس جهينة بيبقى زبادي كريمي كده وجميل. هقلب العلبة كويس قوي قبل ما احطها على الحليب، وهنزلها بقى على الحليب الدافي. كفاية قوي قوي العبوة دي على كيلو الحليب علشان يعمل لي الزبادي كله. ومعايا كمان 3 معالق كبار من اللبن الحليب البودر، هحطهم كده مكان الزبادي وهدوبهم كده بشوية لبن صغيرين من الحلة. هقلبهم وهرجع احطهم على الخليط بقى، اللبن مع الزبادي، لان اللبن البودر بيدي كده للزبادي قوام كريمي كده وبيبقى لطيف وجميل. لو حابين الزبادي يبقى خالي الدسم هشيل بس وش اللبن بعد ما يغلي واسقعه شوية، هجمع القشطة اللي على وش اللبن، بس انا بحب اعمله كده بالقشطة بتاعته، بيدي طعم غني وحلو جدا. تمام. كده فضيت بقى الزبادي واللبن البودر، هقلب بقى الكلام ده كويس جدا علشان يختلط كويس جدا جدا بكل اللبن الحليب اللي موجود في الحلة. مش محتاجة اشتغل بالخلاط ولا اي حاجة، هو كفاية بس ان انا اقعد اقلب فيه كده كذا مرة علشان اضمن ان اللبن اخد من كل الزبادي اللي معايا. وشايفين بقى القطعة دي بتاعت الكامل الدسم او الدسمة اللي في اللبن مع الزبادي، عاملة الكتل اللي في اللبن دي. هقلب كويس عشان اضمن تماما تماما امتزاج الزبادي مع اللبن. انا فاتحه الفرن مشغلاه لمده 10 دقايق بس لغايه اما احضر، وبطفيه تاني لان انا عايزه فرن دافي مش عايزه فرن سخن، وفي نفس الوقت غاليه ميه في الكتل، عامله كده بويلر ميه مغليه علشان استخدمه في ربط الزبادي. انا هنا بقى حضرت الصينيه كده ورصيت فيها الكوبايه اللي هصب فيها الزبادي، انا رصيته في حاجه كده لها بوز علشان اعرف اصب كده من غير ما اتدلدق، وهبدا كده ارص في الكوبايات. شايفين بقى ما شاء الله الكوبايه واخده كميه كده رهيبه من الزبادي. احنا بقى نفضل على السحور ناكل منها، هنشبع منها، تبقى جميله جدا وكتير كمان، عكس بقى الكوبايات العاديه، يعني هي دوبك معلقه ومعلقتين ونبص تلاقي العلبه خلصت. طبعا لا غنى خالص على الزبادي على السحور لانه خفيف كده وبيرطب على المعدة مع كل اكل، علشان كده انا بحب اعمله في البيت لان الكوباية بيكون فيها كتير، فلو محدش حابب يتسحر عادي فهياخد كوباية زبادي هتبقى كافية قوي، ممكن نحط عليها بقى معلقتين شوفان، موزاية، شوية عسل ابيض، تبقى وجبة سحور متكاملة. تمام بقى، انا خلصت كده كمية الزبادي كلها اللي كانت موجودة معايا، هبدأ بقى احط على الكوبايات كده في قعر الصينية من تحت المية المغلية، واللي هتساعد على ربط خميرة الزبادي وتكوين علبة او تكوين كوباية كده من الزبادي. شايفين الكوباية بقى قد ايه مليانة، انا بحب كده استخدم الكوبايات دي واملاها كمان. ممكن تقللوا الكمية او تعملوا في كوبايات اصغر شوية، برضو هتبقى كتيرة الكمية هتوفر اكتر، وبرضو هتبقى الكوباية محترمة وفيها كمية كويسة. قبل بقى ما احط الميه المغليه في قعر الصينيه هحط بس كم معلقه خل كده او رشه خل كده في الصينيه، علشان الصينيه دي الومنيوم،
لو اتحط لها ميه سخنه هتطوس ولونها هيغمق، لكن مع وجود الخل الصينيه هتفضل بلمعتها كده ومش هتطوس ولا اي حاجه. دي بقى ميه مغليه يا دوبك البويلر لسه فاصل، شايفين بقى بتغلي جدا. هحط بقى في الصينيه دي املى كده حوالي تلتينها او اقل شويه، وبعدين هحطها في الفرن السخن اللي انا سخنته 10 دقايق وطفيت عليه. هستنى بقى، مثلا انا بعمله بالليل بعد السحور، الزبادي الجديد طبعا، وبحطه في التلاجة لغاية الصبح حوالي 4 أو 5 ساعات بالكتير، وهلاقي الزبادي كله ربط ان شاء الله وبقى متماسك كده وخلاص اتحول لزبادي وجاهز بقى ان انا احطه في التلاجة. كده بقى الزبادي الكمية بتاعتنا كلها خلصت، ربطت وبقت تمام، وانا حطيتها في التلاجة سقعت لغاية ميعاد السحور الجديد. شايفين بقى الشكل التحفة، الكوبايات شكلها يجنن، والوش كده الدسم اللي هو الكامل الدسم الكريمي الجميل جدا باين كده من فوق، وش اللبن من فوق تحفة جدا. والكمية شايفين الكوباية فيها كمية كبيرة جدا قد ايه الكمية دي، والله يعني انا عن نفسي باكل جدا وبشبع منها، وساعات بتبقى كمان معلقة ومعلقتين كبار. ولما نحب بقى نعمل زبادي جديد منها خلاص مش هنشتري زبادي من بره، هناخد بس من الكمية دي اللي انا عاملاها، هم 2 معلقة بس على كيلو الحليب وهيكفوا جدا، نبقوا تمام. شايفين بقى شكل معلقة الزبادي طالعة تحفة ازاي، وكريمي ومتماسكة جدا، مفيش بقى على وش كوباية الزبادي مية ولا اي حاجة من لما تكون الطريقة كده مش ناجحة. الطريقة دي ناجحة جدا جدا وانا بعتمدها، لدرجة كمان انا ما بقتش خلاص اعمل في حلة الزبادي او في المكنة. جربوها ان شاء الله وهتعجبكم، واشوفكم على خير في بقى وصفات رمضان. باي باي.